كنت جالس انا والزوجه ديالي بعدا شادين التليفون، فجاه كنلقى ديك التصويره اللي حينا في الباجات، اللي حينا في باج جديده، اللي حينا في كاع الصحيفات، اللي حينا بان اسامه شفر حولي من كازا. انا شافرو جاي محنطو فوق داري وجايبو من هادوك اللي بعد اللي سافروا حواليك. كنقول لهم الله يهديكم، وهاداك الشيء اللي داروا لي الله يهديكم والله. واش انا بيني في حاله الشهره؟ واش كنقول لكم الله يهديكم وصافي والله. الزوج ديالي حامله وانا واش حتى دابا غير الفكره ديالكم الكازا قرابه جديده، وهذاك الدري راه كيما كنقول لكم الدري راه عنده واحد العيبه هنا في التيشيرت بيضاء، والدري راه عنده واحد الخويات هنا في راسو، وانا يلا محسن هو محسن شحال ما محسنش، وكتقول لي شافر حولي وهادي، وكيجوني وكيتصلوا بيا كيعيروا فيا وكيقول لي فين الشفار حولي فين هادي. الناس اللي نقيين كيقول لك كلمه نقيه، والناس اللي خايبين كيقول لك كلام خايب. بيان سيغ انك دا مزوج وغتبدا حياتك من الجزيره غتجيب ضروري الحلال، ما جيبش الحرام لداركم. وانا عندي امي مشي وزوجه ديالي والوالد ديالي الحمد لله، هذاك الشيء اللي قسم الله كنجيبو للدار كنجمعو عليه. راني تزوج ماشي درت شي حاجه خايبه اللي كتقولي لي اسامه راك تنا واحد، والله الا واحد جا عندك هي طيحتي بمدينه جديده يلا. واش انا تزوج ما درت شي حاجه خايبه، انا تزوج سترت راسي جلست مع دارنا الحمد لله بخير، داك الشيء اللي قسم الله كنجيبو للدار ما كنديرش حاجه. اشنو بغا شي اسامه تلقاه راه باقي مشي مكار باقي كيدير كيشناو محسن جالس فراس الدرب اللي دازي يضربو تا ولا ما كتبغوش الخير لبعضياتكم بالله والله ما كتلقاوش، كتلقى الخير في البراني ما تلقاش في ولاد بلادك، ولاد بلادك كتلقى الخير شي حاجه قليله والله. كنخرج انا والجوزه ديالي للمدينه كيلقاوني كيقول لي الله يكمل عليك راه ارتوم غادي مزيان ان شاء الله في كلتوم الله يفك حاله على خير، وهادي حنا غاديين الحمد لله. ضروري غيبقى فيا الحال بالاخص فاش كتشوف ولاد مدينتك هما اللي ما كيحفزوكش وكيكذبوا عليك وشحال من حاجه، طبيعه الحال يبقى فيا الحال. لا ما يديرهاش، بالعكس هو يمشي يخدم ويدمر عليها ويجيبها بالحلال وما يديرهاش. كتبغي أسامة؟ قد الدنيا كامل مزيان عادي زوين حتى هو مزيان، بدينا كنحسو بحق الوالدين. بغيت نقول لهم هذيك الهضره اللي قلتو ما منها حتى شي حاجه، وحنا باقين كيف ما كنا، وحتى الا كنا دبلنا ولا شي حاجه داك الشيء راه ديال الزمان دخل معك الزمان ضروري بنادم كيتبدل مع الوقت وشحال من حاجه. واصلا هذيك راه نهار العيد والصيف ضروري غنوليو بحال هكاك يعني عادي. انا ماما اسامه وكلتو مرات ولد مو بانه صح زعما هادشي اللي داروا لينا حشومه وعيب. واسامه ما دارش شي حاجه خايبه، اسامه ما كيشفرش، اسامه مؤدب ومربي احسن تربيه عندي غير هو، خدمت عليه ربيته ما التيران كنمشي مع اهلي ما كنخليهش يمشي مع صحابه، احسن تربيه باش يقولوا شفار ما عمرو صفر حتى دجاجه عادي صفر شفر حولي من كازا الجديده ممكنش. واش نتوما بعقلكم ولا ما عندكمش؟ وكيسبوني انا اللي مرا كبيره محشوماش حشومه حشومه وعيب، وكاينين الناس الله يعمرها دار والله يجازيكم بخير وقفتوا مع اسامه وكتعيطوا ليه وكتسولوا فيه وكل ساعه صراحه برا الناس اللي برا والناس اللي لداخل هنا في المغرب حتى هما زعما صار ماشي كلشي، كاينين شي ناس زعما كيسبوا كيعايروا كيقولوا شي كلام خايب زعما حشومه عيب. اسامه راه ما دارش شي حاجه خايبه، اسامه تزوج هادشي اللي غتهضروا في اسامه سيروا تزوجوا سيروا تخدموا من قال قلتي حشومه وعيب عيب عيب. خاصكم هاد الوليد وهاد البنت خاصكم نتوما اللي تزيدوهم لقدام ماشي غتعطيوهم، لا العطي الله خاصكم غفرحوهم قولوا لهم كلمه زوينه كما كيقولوا الناس وحدين اخرين وقفوا معاهم والله يجازيهم بخير والله يجازيهم بخير صراحه. بقى فيا الحال بزاف حتى ولدي احسن تربيه ربيته زعما باش يقولوا شفر ميمكنش. شي اسامه كيمشي يخدم بدراعه يخدم واخا يعرف فيه الصنادق ويجيب الماء وباه، اما باش يمشي يشفر الا انا فين كاينه ملي ولدي غيشفر وغيجيب ليا ما غنسولوش الدري ما اشنو حشومه راه عيب وحرام عليكم حرام عليكم. زعما الدري اللي كتقولوا بحال هكا راه حشومه انا بعدا ما نسمحش ليهم، واللي باقي له شي حاجه ولا يقول شي حاجه غنتابعهم.